مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو، والذي سوف أحاول من خلاله إعطاؤكم وصف مختصر عن كيف يتم أول لقاء أو أول موعد غرامي مع النرجسي حسب خبرة ميلاني تونيا إيفانس، أخصائية في اضطراب الشخصية النرجسية، كاتبة وأيضا مؤسسة لتقنية كونتا فريدم هيلين، وهي تقنية نفسية تحاول من خلالها الأخيرة مساعدة ضحايا النرجسي أو الإساءة النرجسية والعلاقات السامة عموما. تقول ميلاني في هذا الصدد أن النرجسي في أول لقاء معك يحاول أن يبدي إعجابه بك، أن يتظاهر بأنه يهتم لأمرك حقا. النرجسي بطريقة غير مرئية نوعا ما يحاول أن يقلد لغة جسدك، يطرح أسئلة بخصوص من أنت، وبذلك يحاول بناء جسر للعبور إلى الجانب العاطفي بداخلك والتأثير فيك. تقول أيضا ميلاني تونيا إيفانس أن النرجسي يحاول التفتيش بأعماق نفسك عن شيء لازال يجرحك من الماضي، أو عن شيء لازال يعد مصدر أو محط اهتمام أو اشتياق بالنسبة لك. ويتظاهر هنا النرجسي على أساس أنه هو ذاك الشخص المخلص، وعلى أساس هو ذاك المسكن الذي سوف ينهي كل جروحك. وهنا إذا لم تنتبه تقول ميلاني سوف تشعر بأنك بدأت فعلا بالتعلق عاطفيا بهذا الشخص. ومن هنا تقول ميلاني قد وجب علينا وضع حدود واضحة ومتينة من حول أنفسنا، وكذلك عدم السماح لأنفسنا بالتعلق عاطفيا بشخص لا نعرفه كفاية، وأنه يجب أن نأخذ وقتا كافيا وهذا سيحمين. وأنا في ختام هذا الفيديو أقول أنني متفق تماما مع ميلاني تونيا إيفانس، لأن معظم الأشخاص الذين يقعون في شباك النرجسي لا ينتبهون لهذه الأمور البسيطة، فيعتقدون أنهم قد وجدوا فارس أحلامهم، أنهم وجدوا بعد طول انتظار وبعد سنين عديدة الشخص المناسب لهم، وبعد فترة من الزمن يجدون أنفسهم في كمين النرجسي وإدمانهم عليه. ولهذا أنا أقول لكم بدوري، خذوا الوقت الكافي ولا تحكموا دائما على الكتاب من غلافه حتى تعرفوا هذا الشخص جيدا، وحافظوا على حدودكم الشخصية وحبوا أنفسكم. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.